هواء أسود ملوث ودخان كثيف يتمدد ويزداد في مختلف أنحاء كرتنا الأرضية حتى صار يحصد أرواح الملايين. فوفقا لأحدث دراسة حول تلوث الهواء أجرتها منظمة الصحة العالمية في أكثر من 4000 مدينة في 100 دولة، فإن 7 ملايين شخص يموتون كل عام بسبب التعرض للهواء الملوث. كما أشارت البيانات إلى أن 9 من كل 10 أشخاص في العالم يتنفسون هواء يحتوي على مستويات عالية من الملوثات. التقرير أفاد بأن الكثير من المدن الضخمة تتجاوز المستويات الإرشادية فيما يتعلق بجودة الهواء، وذلك بأكثر من 5 أضعاف. كما أشار التقرير إلى أن أكثر من 90% من الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء تحدث في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وأوضحت البيانات أنه في عام 2016 تسبب تلوث الهواء خارج المنزل وحده في وفاة أكثر من 4 ملايين شخص، بينما تسبب الهواء المنزلي الناتج عن الطهي باستخدام الوقود والتقنيات الملوثة في وفاة ما يقرب من 4 ملايين شخص. ويعد تلوث الهواء سببا للعديد من الأمراض، إذ يسبب 24% من وفيات البالغين بأمراض القلب، و 25% من السكتات الدماغية، و 43% من أمراض الانسداد الرئوي المزمن، و 29% من أمراض سرطان الرئة. ويؤدي التعرض للهواء الملوث داخل المنزل إلى ارتفاع خطورة الالتهاب الرئوي في مرحلة الطفولة إلى الضعف، حيث تقول المنظمة إن أكثر من نصف وفيات الأطفال دون 5 تحدث بسبب الإصابة بالالتهابات في الجهاز التنفسي. منظمة الصحة حذرت من أن تلوث الهواء يهددنا جميعا، وأن أفقر الناس وأكثرهم تهميشا يتحملون العبء الأكبر، مشيرة إلى أن أكثر من 3 مليارات شخص معظمهم من النساء والأطفال ما زالوا يتنفسون هواء قاتلا يوميا في منازلهم، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة خطر التلوث.